ما تقابلنا على فكرة ناس اسمه كل يوم اللي تتكلم لو والوطني باهتمام بالغ في ضوء ما يتوفر عليه الإقليم من طاقات ومؤهلات بشرية مهمة قادرة أن تساهم في تنمية آسفي والنهوض به على مستوى مع فرقة رياضية أتت من مدينة سفت كسولة لتقدم لنا عرضا رياضيا. نبقى مع الفرقة الأولى فرقة كسولة للتيكواندو. مقيم جبلي المندي مندوب فرع جمعيه شعله للتربيه والثقافه. اليوم تنحتفلوا بافتتاح الدوره التربويه 2019-2020 بهذا الافتتاح اللي اخترنا فيه فرق فنيه اللي تنوعات ما بين ما هي فكاهيه رياضيه جمعيه الشعله للثقافه والتربيه على المجهودات الجباره التي يقومون بها من اجل تربيه ناجحتنا، وخاصه ان هذه الجمعيه يكون سنه حافله بالانشطه وبالمبادرات ديال الاطر ديالنا اللي تكونات على الصعيد الوطني في مختلف شبكات جمعيه على طول وعرض مغربنا الحبيب. وشكرا. إذن اليوم محطة أخرى ضمن أنشطة جمعية شعلة التربية والثقافة. اليوم عزم فرع الشعلة بأسفي على تنظيم لقاء ثقافي من أجل افتتاح الموسم التربوي لجمعية شعلة التربية والثقافة، وهو مؤشر على الدينامية التي يعرفها الفرع خاصة في السنوات الأخيرة على مستوى تأطير الطفولة والشباب. إذن هي لحظة ديال التواصل مع ساكنة أسفي، لحظة ديال التواصل مع المنخرطين ديال الجمعية، لحظة ديال التواصل مع مختلف الفاعلين، وهي أيضا لحظة للاحتفاء بمجموعة ديال الأسماء التي بصمت مسارها في هذه المدينة على مستوى التربوي، على مستوى الثقافي، على مستوى الإعلامي، وهي أيضا لحظة لإبراز طاقات شابة تسخر بها المدينة على خشبة هذه القاعة الجميلة. سيكون فرصة لل... بسم الله الرحمن الرحيم. عبد ربي عبد الرحيم السرغيني، عضو جمعية الشعلة على المستوى الوطني المحلي وعلى المستوى الجهوي وعلى المستوى الوطني. التحقت بجمعية الشعلة منذ سنوات التسعينات، وانا اعمل بهذه الجمعيه الوطنيه ذات النفع العام مده تفوق 20 سنه غير البارح. وانا تنعيش هذه المرحله، وعشت مع مجموعه من الاخوان والاخوات الشعلويات والشعلويين والرؤساء اللي عندي علاقه طيبه جدا ما بين فيهم، الاستاذ العظيم السي عبد المقصود الرشيدي، السي حميد لبيته، عبد الملك الشرفي، عضو مكتب فرع
الجمعية وعضو المجلس الإداري لجمعية الشعلة للتربية والثقافة. إذا دأبت الجمعية على التميز في افتتاح ديال المواسم التربوية التي تقوم بها على الصعيد الوطني، وجمعية الشعلة للثقافة فرع أسفي لم يخرج عن هذا النمط، حيث أنه هذه السنة تم اقتراح حفل فني كشكل من أشكال الافتتاح لموسمها الثقافي السلام عليكم، معكم تنيق حليب، كنبغي نشكروا جريدة أسفي الآن. أسفي الآن مو بالنسبة للمشاركة ديالنا في الحفل اللي منظمة جمعية الشعلة. كان حفل زوين، جو معنا الجمهور، الله يسهل عليكم. ما غيبينش، احنا كنا في اخر مره شاركنا في صافي غيغ، هنايا شاركنا في صافي غيغ، من ورا صافي غيغ كانت عندنا جوله بسبيكتاكل ديالنا نص نص، وباقي مازال عندنا الجوله، مازال عندنا الجوله، وتقريبا قريب لعبت في اسفي، انا لعبت في صافي غيغ في اسفي، من تما ما بقيناش لعبنا حتى الحفل اليوم. كاين جديد وسبيكتاكل نص نص، سبيكتاكل وتشوفوا ان شاء الله شي حاجه قريبه في ان شاء الله في الويب، وش حاجه في الويب وش حاجه في التلفازه ان شاء الله. كنقول لك انا حامله. ايوا يا حبيبه، اش غنقول لك؟ انا عاقر ومعطر وكان عطريه، انت حامل قلبي على جهود الناس، ترى بادر شيء فيك انا صاحبي. الله يلا حشومة عليك. لا والله انت صافي زعما تاع لكن واش تحب تقول لك تصنعي؟ لكن نحكم معك ودا طارق. الله يلا حشومة كاع. رحب بهم الناس طارق. شكرا تفضل عليكم الله يعاونكم. أيا قلت لك رحب بهم مش غادي نمشي. درنا معاهم دقيقة. وين على دقيقة صاحبي؟ غنمشي صافي سالي. والله سيتي كاين البرد برا، خلينا هنا يدافينا ودا طارق. كاين البرد كيما اللي قلت برا، كاين البرد. ولكن البرد دار مزيان مع شي رجال. حق الله العظيم العيالات، الله لا يخطيكم علينا في هذا البرد. علل جوابك. نعم. علل جوابك. دوك الكورونا ديالكم الله يلا دايرين معنا مزيان. عندك الخاصيه سميتو المهدي. وعندو الموستاج. كنلقى سميتو المهدي لابس كورونا ديال واحد سميتها سلمى. مشكلة دابا شحال واحد دابا كي هذا عكورو عندكم تخلعوا عطارك. لا ما مشيت معاك الحمام لا مرة لا جوج، هذا لحمك. لا لا والله العظيم مزيان، عرفتي واحد النهار البيت. نعم.